أسعد الله مساءكم أعزائي المشاهدين بكل خير في حلقة جديدة من برنامجكم في عين الحدث، وعين الحدث اليوم ترصد التعديل السادس لحكومة دولة الدكتور هاني الملقي. لعلني لا أجد ما أبدأ به إلا ما قاله المعلقون الرياضيون دوما: لا جديد يقال ولا قديم يعد. العلبة بنخضها بنطلع بالزمنات، وبديش أحكي بالفصحى، كان عندنا السدة بطوله منها شوية أواعي بنزدوهم بعدين برجعوا برفعوا أواعي. يبدو إحنا نظرية السدة هذه التي تحكم اليوم المعادلة التعديل الحكومي. وجوه سبق لها العمل، لماذا خرجت ثم عادت إلى العمل؟ أيضا لماذا عادت؟ كيف يصبح وزيرا خبيرا استثنائيا في ثلاث وزارات متناقضة؟ وأنا أسمي الأشياء بأسمائها في برنامجي. الصديق علي الغزاوي وزير ناجح للعمل هكذا قالوا، ثم اكتشفنا أنه وزير للمياه، وقبلها وزير للشؤون البلدية والقروية، نايف الفايز وزير سياحة ثم وزير بيئة، جعفر حسان الذي هو يربما يعني أكثر من أثار لغطا في التعديل الأخير، 4 سنوات وزير تخطيط ثم نائب رئيس وزراء وزيرا للشؤون الاقتصادية. يعني لا أحد للآن يخرج ليقول للأردنيون ما الذي يحدث. هل ما زلنا على نظرية العام العوام؟ لسنا رأيا عاما يستحق أن نفهم؟ عين الحدث تحاول أن تفهم عبر بوابة ضيفينا الكريمين، مع الأستاذ سميح المعايط مساء الخير أبو عاصم، وسعادة النائب السابق والكاتب والصحفي جميل النبري مساء الخير أستاذ جميل. ويعني بما أنه جميل يساري خلينا نبدأ من اليسار أبو عاصم، عشان يعني ما الذي يمكن أن يقال عن هذا؟ والله شوف، اليوم تعديلات بالمجمل ما في رئيس بيطلع وبقول أنا بدي أعمل التعديل لمسارات استراتيجية. التعديلات هي مسائل فنية بحتة، بمعنى أنه هي وزير لا يؤدي جيدا من وجهة نظر الرئيس، شخص من خارج الحكومة أو خارج الوسط يراد إدخاله إلى الحكومة لأسباب مجوز مختلفة مش لسبب واحد، أو أنه في عدم انسجام بيكون داخل الحكومات بشكل ما، فيكون التعديل. وغالباً التعديل هو نوع من حالة الاطمئنان اللي تبعث في لدى رؤساء الحكومات أنه باقيين، لأنه بتعرف الرئيس اللي بعدل معناته بيضمن الاستمرارية لفترة قادمة بشكل أو بآخر. وإن كانت حكومتين أخذن ثقة وعمل حكومة جديدة وما ظبط، ما هو دائماً الأعمار بيد الله، هو هاي مسألة واضحة. لا بس يعني عملياً لهذه الغايات. نعم. الناس بطبعها تريد دائما لما تتشكل حكومة أو أنه تتعدى الحكومة بيعتقدوا أنه الحكومة ممكن هاي الخطوة تكون سياسية، بمعنى أنها تجيب شخصيات تعدل المزاج. يعني اليوم الحكومة الحالية مثلا حكومة جاية بوضع قرارات اقتصادية صعبة، في حالة من رد الفعل السلبي عند الناس، الرأي العام سواء مش بحكي عن المظاهرات أو الحراك، لا بك حتى الناس العاديين اللي ما بيشاركوا عندهم وجهة نظر بهذه القرارات بالنهج الاقتصادي. حكومة دخلت إلى مجلس النواب وأخذت ثقة ثانية، صحيح على الحفة بس أخذت ثقة. نعم. وكان الثمن صعب على مجلس النواب للأمانة، صعب جدا، رح يدفعوا ثمنه وندفع كلنا ثمنه بالمناسبة بحماس الناس للذهاب إلى الصندوق بالمرة القادمة. حكومة راحت بهذا الاتجاه، وبعد ذلك هي يعني ذهبت إلى التعديل اللي الناس ربما كان لو كان بدافع سياسي أو خلينا نقول بمنطلقات سياسية وبمضامين سياسية كان يمكن أن يعطي للحكومة زخم آخر وكان ممكن يعالج الوضع العام. لكن ظل التعديل في إطاره الفني، إطاره الإداري الداخلي، نوع من وزير ربما عليه ملاحظات، وزير يراد إدخاله، شخص يراد المجيء به إلى الحكومة من موقع آخر، وبالتالي ما شكل حالة لافتة عند الناس. بالعكس أنا بعتقد مردوده السياسي الشعبي ربما لم يكن كما يجب أن يكون أو كما يجب أن يراد له أو كما يراد له في هذه المرحلة الصعبة. أستاذ جميل، يعني تعديل، يعني شفنا معالي جمال السرايرة رئيس مجلس إدارة شركة ناجحة في البوتاس حقيقة، وأرقامها تقول ذلك. طيب جبنا للسياسي نائب رئيس وزراء، يعني لو جبنا للاقتصاد بجوز الناس تقبلها شوي، بالسياسي مش فاهم. هذا التعديل يعني ما المراد منه؟ وإلى متى سيبقى الشارع مغيب؟ أليس من حق الشارع أن نقول له بدنا نعمل تعديل عشان 1 2 3، شو الرؤية شو المناهج؟
لا هو بالعادة بالأردن لا يحدث ذلك. كل التعديلات اللي جاءت لم يكن لها أي تفسير محدد، سوى أنه أحيانا الرئيس مش راضي عن هذا الوزير أو ذاك، بالتالي بصير طنطن على التعديل، بعدين التعديل بتوسع بشمل آخرين. هو نفس الحكومات يعني، الفريق الوزاري نفسه بالعادة عندنا ما بيجيش على خلفية برنامج و مرحلة تتطلب هذا الفريق وذاك، باعتبار أنه ما عندناش أحزاب تشكل حكومات. في برا لا، حتى نادرا ما يتكرر الوزراء. نعم. لأنه الوزير بيكون صنع وأصبح في موقع معين مؤهل للدخول في الحكومة أو لاستلام حقيبة معينة، لأنه هو داخل التيار أو الحزب أو الجناح في البرلمان اللي هو منه، أصبح في وعنده خبرة، بكون أشبه بوزير ظل أصلا. وإذا الحزب يفوز بالانتخابات بيجي تحصيل حاصل هو إلى الموقع. إحنا الفريق الحكومي يتشكل هكذا يعني لاعتبارات شخصية، 100 اعتبار يعني، بدخل في اختيار هذا أو ذاك، بيجوا ناس متنافرين لا علاقة لأحد بالآخر، لا كمدرسة في الحكم أو في العمل أو في البرامج، دون أي خلفية مشتركة، ربما بعضهم شلالي وصداقة ومعرفة مع الرئيس. ممكن يعني بهذه البساطة. ببساطة طبعا، وأحيانا الصدفة بجوز مرات بآخر دقيقة، وأنت أعلم مني يعني كيف يأتون الوزراء إلى الحكومة. وبالتالي أن نشبع فضول الرأي العام وفضولنا جميعا لنعرف معنى ومغزى التشكيل ولماذا جاء هؤلاء، الحقيقة مش موجود. لا بل إذا بدك العكس يعني يثير الأمر تساؤلات. يعني مثلا أنا بقول هذا وزير، وأنت ضربت بعض الأمثلة، جيد في موقعه وزير العمل في التقييم الإدائي، كان أداؤه جيد كوزير عمل. طيب أنت عندك وزير عمل جيد، نقلته حطيته وزير مياه يعني في قطاع ليس له فيه علاقة، وفي وزير مياه ممتاز، سمعته ممتازة وأداؤه رفيع، وكنا نحكي قبل الحلقة عن كسب قضية الديسك، روح يوم ما كسب القضية 460 مليون قد كل اللي زاد هنا ناهيك أنه سياساته يعني وطنية جدا وأيضا مهنية جدا في قطاع المياه. روحته بنقال أنه السبب الخلاف قضية الأقدمية في موضوع نائب رئيس الوزراء. طيب إذا قضية زي هيك اللي بتقرر أنه يكون وزير في هذا الموقع أو لا، مش معقول يعني، كان يجب إيجاد حل لها. وربما هاي القضية اللي جابت، أنت أشرت للأستاذ المهندس جمال الصراعي، شو جابه؟ هلأ أنا بفترض أنه لأنه كان في مشروع أنه يجي الأستاذ جعفر حسان نائب رئيس وزراء، بس بجوز هذا وجوده وحده نائب رئيس وزراء كان راح يثير ربما أجواء منه. فجابوا شخصية قديمة مثل جمال الصراير، وما بعرف ليش شو بالذات يعني، هذا جزء من الأساليب السائدة عندنا. أيضا نائب رئيس وزراء، دون أن يكون واضحا ليش هذا نائب رئيس وزراء، نائب رئيس وزراء لشؤون رئاسة الوزراء محل الدكتور ممدوح العبادي، اللي هو شخصية سياسية قيادية ذات عمق شعبي تحتاجها الحكومة، بس يعني لم نرى له هذا الدور. نعم. ثم أتيت بشخص آخر مكانه وبوظيفة نائب رئيس وزراء مسمى رسميا. الدكتور ممدوح ما كانش نائب رئيس وزراء. لا ما كان. ما كان مسمى. كان يحل محل رئيس الوزراء يعني. بس بالأقدمية. الرقمية. بالأقدمية. بس ليس مسمى. نعم. نائب رئيس وزراء، وكان يمكن إنه يظل ويصير نائب رئيس وزراء فعلي في المرحلة اللي بنحكى إنه الرئيس راح يخضع للعلاج والله يشافيه. وبالتالي راح يكون في غيبة طويلة وفي واحد بده يمارس دور رئيس وزراء. مع أنه هذا تراجع. طب ليه تم الاستغناء عن دكتور ممدوح؟ برضو ما فيش جواب. بعض اللي طلعوا كانوا دخلوا في آخر تعديل، مثلا وزير الشباب حديث الخرشة. حديث الخرشة ليش تغير؟ ما بعرف. صديقنا وحبيبنا الأستاذ بشير الرواشدي كان معين منذ شهرين ثلاثة سفير في قطر. في قطر شو ليش نجاب شاب ممتاز منصب إداري بالوزارة الخارجية جديد جديد.
فيعني كلها غير مفهوم. غير مفهوم. طيب استاذ سميح، هل هناك يعني لعبة الجغرافيا إرضائيا؟ الصراخ، في الصراخ تضيع الحقيقة، هل صراخ الكرك والصلت أثمر هذا الحضور الطاغي للمحافظتين في المشهد السياسي؟ لا ما بعتقد، يعني هاي قصة مش بالدليل انه الصلت طلعوا ثلاث او اربعة من المحافظة البلقاء ورجع واحد من اهلنا وقرايبنا العبابيد، بس ثلاثة وزراء بس من اليوم مدير مكتب الملك، اليوم مدير الامن العام، هاي بس انا بحكي على موضوع لا الاستاذ منار دباس كان متوقع مكان صحيح. يعني مش والباشا فضل الحمود كمان من الناس المحترمين اللي كانوا يعني معنا، بس انا بحكي احنا بنناقش الشخوص، لا انا بحكي بتركيبه بدلالتهم السياسيه والجغرافيه تركيبه الحكومه. بعتقد انه هذا الاستنتاج انه وجود حراك بالسلط وحراك بالكرك اثر، بعتقد لا ما كان هذا الموضوع، بالعكس انه الجغرافيا ماذا استبعاد ذلك. انا بتقدير ما بقول انه بس يعني ممكن أنا نفترض انه هلا بنخليك على الطريق ممكن على الطريق اثنين بواحد، لا احنا بنسمع لا لا انا ما أنا ما بعتقد بهالطريقه. اليوم مثلا الكرك خمس وزراء صار فيها، لكن في جغرافيا اخرى اصبحت بلا تمثيل. بتقديري هاي واحده من الاخطاء في التعديل إذا جاز التعبير، إنه لما تركبت مو بالآخر، أنت لما تركب الحكومة أي حكومة بتركبها أنت فنيا أو سياسيا ترجع بالاعتبار الجغرافيا بالأردن مهم، مش تغاية الجغرافيا زي ما قلت لك قبل شوي، تجويد الجغرافيا، الجغرافيا سياسة سياسي نعم صحيح. معنى أنت ما بدك حدا يشعر إنه هو مستبعد مضمون، يعني أنا مش حزب اللي أقول والله حزب اللي فاز. أنا أشوف أنا بتقديري ما المشهد النهائي للحكومة لما تركب قبل ما إنه يأخذ يعني بوقت الحكومة والرئيس لم تكن هذه خاطرة على البال، معنى واحدة من الأخطاء السياسية في التعديل. أنا بجوز لأني من الكرك خمسة إحنا كركين مبسوطين، لكن بحكي سياسيا إنه هذا الموضوع ولن يؤثر، بالعكس أنت أنا اللي كنت أحكي لك إياه قبل شوي، كان المقصود إنه حكومة عندها معاناة مع الناس بالموضوع الاقتصادي وعندها معاناة مع النواب لأنه أعطوها شيء كبير اللي هو الثقة مرة ثانية، كان من المطلوب إنه تعمل يكون التعديل، هو كان سؤال التعديل كيف يمكن للتعديل أن يخدم ويحسن صورة الحكومة أو يحسن المزاج الشعبي الأردني أكثر. هذا لو كان هذه القصة بقول لك، لو كان هو السؤال المحطوط وندور على عناصر على إيجابي له تحقق له من خلال إنه والله بدي تعديل بدور مين بنفع، أبو الأمير بنجيب، بنفع فلان بنجيبه بنطلع فلان، عشان بالآخر لما الأردنيين يطلعوا مزاجهم السياسي والوطني يتحسن. بس ما كانت هاي بالتعديل، فالجغرافيا الإفراط في بعض الجغرافيا ولكن في حكومات أطاحت بهالجغرافيا، حكومة عدنان بدران أطاحت بهالجغرافيا. أنا أشوف مرة ثانية من اللي كانت يعني الحكومة اللي ركبت هذا التعديل، بعتقد إنه لم تتوقع لم تنتبه للموضوع الجغرافي، هذا واحد من الأخطاء في تركيبة الحكومة. نعم. بعد التعديل، لأنه كمان أنت لا يجوز إنه التعديل يثير لك غبرة. اليوم في عندنا نواب في المجلس كانوا تحدثوا عن والله الشمال ما فيش تمثيل، كذا ما في تمثيل، فأنت ما بدك تعديل يحسن وضعك مش تجيب لك مزيد من الإرهاصات يعني والعباطة. الغضب أو ردود الفعل السلبي. أستاذ جميل، يعني اليوم إحنا بنطلع شئنا ولا أبينا الجغرافيا مكون من مكونات السياسية الأردنية مدخل. طب اليوم الجغرافيا تستبح، والكفاءة دعنا نقول بين قوسين مش مؤشر يعني مش مقياس. طب شو المقياس؟ يعني اليوم هل تعتقد انه هذا التعديل كافي بانه يعني الاردنيين ياخذوا خطوه تنظيم يرتاحوا ولا العكس؟ صحيح، هو اللي حكى الاستاذ سميح عن يعني الاجابه على سؤال كيف نصنع تعديلا مناسبا يحسن المزاج العام ويحسن الاداء ويجيب على بعض الثغرات الموجودة. وبالمناسبة أنا مقالي بكرة تحت هذا العنوان، نعم، تعديل المزاج العام، وسألت السؤال نفسه في الأستاذ سميع وكان إجابتي فورا لا. هل سيعدل نعم. المزاج العام الساخط؟ والجواب لا، وهناك عدة أسباب. في عامل الجغرافيا بالتأكيد التعديل لم تحكم الجغرافيا، بدليل انه مثلا الكرك اخذت حصه معتبره، السلط بجوز قلت شوي حصتها، الشمال تقريبا مغيب، وهذا لا يضيرني، يعني انا شخصيا لا اعتقد انه هذا بذاته قضيه، لو
كانت الحكومات تقوم على أساس سياسي وعلى أساس مهني صرف. بالضبط، يعني هذا مقبول لو والله كفاءة ونزاهة، وبالتالي إن شاء الله بيجوا من قرية واحدة. بالتالي بس أنا بعتقد بجوز أنه زيادة حصت الكرك ربما لم تكن مقصودة بذاتها، يعني جابتها الصدفة، بس بالتأكيد في العقل الباطن كان هناك رضا أنه يعني الكرك محافظة صعبة وهالأيام، يعني فممكن أنه إرضاءها بهذه الطريقة، ولكن لم يكن هذا أساس الموضوع، يعني أنه ربما الصدفة لعبت دور في زيادة العدد. الجغرافيا ما تزال مهمة، ولطالما سقطت الحكومات أحيانا لاختلال الجغرافيا، يعني على سبيل المثال حكومة الدكتور عدنان بدران مثلا، أنا أذكر ما كانش في أحد من الشمال، كان في واحد بس من كل الشمال، فصارت ضجة على الموضوع، وقيل حينها أنه إحنا ما طلعناش على الجغرافيا. طب بس ما هي الجغرافيا، أنت محافظات الشمال تزخر بالكفاءات، الكفاءات موجودة اليوم، الجغرافيا مش عارف. لأنك أنك جايب واحد مثلا بتقول هذا جبته لأنه هيك، وهذا جبته لأنه هيك، وهذا جبته لأنه هيك، بقول لك أوكي أنت الاعتبارات اللي حكمتك ما لها علاقة بالجغرافيا، بس ما هو هذا اللي جبته هيك في 10 أحسن منه من المنطقة الأخرى، فبتظل الجغرافيا بالتأكيد حاضرة في المعادلة. ولكن خلينا نقول هذا اعتبار جزئي، الأهم هو ما قلنا عنه في البداية، لماذا هذا التعديل؟ شوف التعديل أنا تقديري كان أضيق من ذلك، في حالة حالتين الوزير الرئيس مش على اتفاق معهم وبدهم يطلعوا لسبب الآخر، أو هم وكان الحكي عن ممدوح العبادي وغالب الزهر. نور عليك، يعني خلونا نحكي، انا بالبرنامج بسمي الاشياء باسمها، قال حكى عن ممدوح العبادي، احنا عشان ما بنحبش الشخص اللي هو الدكتور ممدوح كان ممكن يصبر كمان سنه وستة، بس هو كان المزاج العلاقه الداخليه بالجسم الحكومي مش منسجمه. هلا مع مرض الرئيس ظهرت فكره انه بدنا نائب رئيس وزراء، ونائب رئيس وزراء اقتصادي باعتبار الملف الاقتصادي هو الاساس، فطلعت فكره انه يجيبوا نائب رئيس وزراء جعفر حسان، تدحرج الامر وتوسع في عدة مجالات، فأصبح التعديل بهذا الحجم غير المقصود وغير المخطط له وغير المقصود سياسيا، فأصبحنا أمام تعديل واسع نسبيا ليس له تفسير سياسي. هل هذا انعكاسه؟ أنا أعتقد أنه غير إيجابي لل غير إيجابي على الناس، يعني يضاف إلى الواقع غير الإيجابي القائم، حالة السخط العام وغياب رؤية وبرنامج. يعني الرئيس اليوم كان بحكي انه تاخذوش التعديل بهاي الأهمية، يعني وزير مش كويس او كذا بده يتعدل، بتعدل ليش ما يتعدل، يعني ما نوقفش كثير عند بس ما هو لما احنا ناقشنا قبل شوي حيثيات التعديل طلع في وزراء كويسين وممتازين المحلات في محلات ومراحوا، وفي اخرين ربما مش التقي مش يعني عباقرة عصرهم اجوا، فبهذا المعنى التعديل غير مفهوم. الخطاب العام السياسي، الرئيس ما زال يعني حتى الآن الأداء كله مالي، في سياسة مالية معينة غير شعبية مرهقة للناس بتكون فيها، ولكن سؤال الاقتصاد الأكبر غائب. هلا الرئيس بيقول من بكرة وطالع بدنا نهتم بالاقتصاد، بس انا مش شايف في التركيب الوزاري بما في ذلك الرئيس نفسه فريق لديه الرؤيه الاقتصاديه البديله يعني بعد تجربه استاذ سميح. يعني اليست ملاحظه ان رجالات الديوان يتم الزج بهم في الحكومه؟ يعني شفنا ايمن الصفدي اجى من الديوان، مهند شحاد اجى من الديوان، جعفر حسان اجى من الديوان، هل يعني خلينا نقول البرنامج الملكي أو الطموح الملكي ما تعجز الحكومات عن تنفيذه، بالتالي بندفع برجالات الصف الأول في الديوان إنهم ينزلوا لميدان العمل الحكومي؟ مش يعني مؤشر؟ ما يعني مرات بيكونوا أشخاص عندهم أقرب لل بس أي المعيار للتوجهات الملكية هو رئيس الحكومة بالعادة، نعم، مش وزير. الوزير أيا كان صلاحياته هو بيشتغل بيجي بمجاله، بالآخر الرئيس هو المعيار انه في تطبيق للكتاب التكليف وجه للرئيس اولا وبعدين بصير برنامج الحكومه. لكن بتقديري حتى بالموضوع الاقتصادي اللي هو الموضوع الشاغل، يعني انا ما بقدر اقول كحكومه انه بدي انتبه للاقتصاد من اليوم بعد سنتين من عمر الحكومه،
صعب يعني. كان هذا الموضوع الاقتصاد الشاغل اللي حتى جلالة الملك لما بيلتقي بالناس بيقول هو الهم التحدي الأول الاقتصاد. اثنين البرنامج الاقتصادي الحكومة واضح مبين وصوت عليه مجلس النواب مرتين، الأولى بالموازنة والثانية بالفقة الثانية. يعني طبعا هذا البرنامج ليس مش بده يوضع يعني من سيأتي يعني اليوم إجوا مع الجمال السراري ومع الجعفر حسان اليوم استلموا، هم راح يكملوا مسيرة البرنامج السابق. بس أربعة من كبار أركان القصر اليوم بالحكومة، عماد فاخوري كان مدير مكتب، جعفر حسان مدير مكتب، أيمن الصفدي كان، كل واحد إجا، مهند الصفدي يعني في ثلاثة، كل واحد إجا في ثلاثة اقتصاد، إجا كل واحد لحاله وفي مرحلة إجوا اليوم بمثله. بس أنا ما بعتقد إنها إنه هذا الشخص هو الذي الممثل الشرعي والوحيد للرؤية الملكية هو هذا الشخص ويبعث إلى الحكومة حتى يعلمها وينفذ الرؤية. ولكن شئنا واللي أبينا سيكون له وزن نوعي مختلف قد يستقوي على الفريق الوزاري بهذا القرب. يعني أنا يعني مش ميال الرئيس لما بيكون رئيس وبكون يعني مالي مركزه وشخصية أيا كان رئيس بالمطلق، يعني والرئيس هو الأقرب لجلالة الملك، هو رئيس السلطة التنفيذية، هو رئيس الحكومة، هو الأقرب للرؤى، هو بمعنى كل شيء عند الرئيس. إذا بدنا نقول إنه والله يرسل موظف من الديوان بيكون ويرسل الوزير حتى هو اللي عنده كل الأشياء المهمة وبده يعلمها، أعتقد هذا مفهوم خاطئ. لكن أحيانا بعض بتنتهي دوره بالديوان الملكي، يكون بيمارس دور مهمة سنوات بعد ذلك ينتهي دوره في الديوان الملكي وبيكون الرؤية أنه عنده شيء قدمه فيرسل للحكومة، يرسل. لكن هو مش الشخص اللي عنده الرؤية الملكية اللي وبالتالي جاي يوصل المسجز. لا، إذا كان أي رئيس وزراء بالمطلق لا ما بعرف الرؤية الملكية ولا عارف ينفذها وبيستنى يجيبوا له واحد وزير بالحكومة، أعتقد القصة مش الإمام الغائب يعني. صعب. لا، صعب شوي. طيب أستاذ جميل، ألا تتوقع أن تكون هناك يعني حالة صدامية بين اليوم شفنا أو كما نعرف أو كما نلحظ عقليتين، عقلية وزير المالية عمر بلحاس وعقلية الوزراء الاقتصاديين الجدد، بنحكي عن وزير استثمار، بنحكي عن وزير دولي شؤون الاستثمار، بنحكي عن وزير تخطيط، واضح أنه دائما ومعروف الصراع التاريخي والأزلي بين المالية والتخطيط، فكيف بده يكون هذا المشهد، كيف بده يركب هذا التيم مع بعضه؟ يعني احنا وزير المالية بالعادة يعني هو أمين الصندوق أو أمين بيت مال المسلمين، وبالعادة يفترض أن يكون متشدد يعني على المصاري وبخيل، هو بخيل سياسيا مش ما شخصيا صحيح. بس السياسة الاقتصادية هي اللي بتحكم مش وزير المالية، ممكن يتشدد فنيا ولكن بالأخير التوجه الاقتصادي هو اللي بده يحكم القرار. واقع الحال عندنا في الأردن وفي هذه الحكومة والحكومة السابقة الرؤية كانت دائما مالية مش اقتصادية، وغالبا اللي في النافذين في الحكومة كانوا ماليين، ولاحظ كلهم جايين من القطاع البنوك والبنوك القطاع المصرفي، وهذا خطير لأنه رؤيتهم محاسبية، ما في رؤية اقتصادية تنموية للواقع. الآن هل هذا التعديل سيغير المعادلة؟ هل سيكون نفوذ وزير المالية أقل لحساب آخرين في الحكومة؟ على سبيل المثال نائب رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، أنا ما بعرف بس الدكتور جعفر حسان كان وزير تخطيط لربما 4 سنوات 2009-2013 وهو كان دائما قريب من القرار، يعني كان مدير مكتب جلالة الملك وتأثير على الحكومة قائم يعني بكل الأحوال. فهل هناك تصور آخر سوف يأتي به؟ أنا ما بعرف ولا أتوقع كثيرا ذلك. طبعا لم يتم التعبير، يعني ما جاش جعفر حسان وقال والله بدنا نعمل هيك، أو أثناء بجوز أثناء وجوده في تحفظ أنه يحكي أي رأي، بس خلينا نشوف بالأيام القادمة إذا كان هناك أي رؤية. بس أيوة. الرؤية في الواقع كثير جذرية مقارنة بالأداء القائم حتى الآن. يعني بدنا نشوف الأداء القائم بعد ذلك، سندخل إلى يعني شوي عمق التفكيك في المشهد الأمني الداخلي الأمن العام، ولكن بعد الفاصل انتظرونا. مجددا أرحب بكم أعزائي المشاهدين لنستكمل حوار دلالات التعديل، الجغرافيا السياسية كل ذلك كان حاضرا.
الملفت أستاذ سميح أن رئيس الوزراء التقى رئيس مجلس النواب قبل إعلان التعديل، يعني بعد ما خلصت الطبخة حمل الملف. هل تعتقد أن النواب يعني هاي من إطار البروتوكول ولا يعني التعديل شو يخلي النواب فيه؟ ولا شيء، يعني دستوريا. لماذا الزيارة يعني؟ شوف، هي من باب الاحترام والمجاملة صحيح، لكن دستوريا النواب بتدخلوا في التشكيل، يعطوا الثقة أو لا يعطوا، لكن التعديل هو يعتبر حركة داخلية داخل الحكومة، وبالتالي رئيس النواب اللي كمجلس محترم مقدر ليس له علاقة بهذا الموضوع، بيقدر إذا ما يعجبه يحجب الثقة عن الحكومة ويقول والله تعديلك كذا، لكن هي نوع من الاحترام مش أكثر. مش أكثر. ولا راح يبلغ الرئيس، بس الصحف كانت مبلغة رئيس النواب قبل. يعني كان يعني ما هي طبيعة الإعلام، إنه بس بقول الرئيس تحدث الإعلام مبارح بالمناسبة، وهذه جديدة، إنه مبارح كان فيك بعض المواقع تأخذ تصريحات من الرئيس الملقي إنه أسماء وفلان راح يكون يعني مش هيك، بجوز شيء ودي كان يحكي. ودي جدا يعني، هو كان يحكي مع تحديدا اللي كانوا معاه بالعقبة بالزمانات ترى. أنا رصدت الصحفيين اللي أخذوا مبارح تصريحات، ترى معظمهم إن لم يكن كلهم من جماعة العقبة، مش من يعني مش وكالة أنباء، مش صحف يومية، حزب جديد، بجوز صحف جديد بعرف، بس يعني عشان التوضيح بلاش يعني الصحفيين يفكروا إنه يعني اللي كان يتصل رد لا يعني، بس أما ما إله دلالة زيارته. لا لا لا، هو من باب البروتوكول وتسجيل شخصي. أستاذ جميل، اليوم يعني إحنا بدنا نحكي مع احترامنا لكل الشخص، سمير البيضي قبل شهر أمين عام، بعدين بيطلع على الهيئة المستقلة للانتخابات، بعدين بيجي وزير داخلي، فاضل الحمود بالأسرة، بعدين من أسبوع أو عشرة أيام أنا عمر حدا قال لي إنه جاي مدير أمين عام، يعني قبل تنطبة التعديل. يعني شو يعني كيف يمكن إنه اليوم بنجيب وزير داخلية ومدير أمن عام ضربة واحدة، وبنقيم وزير داخلية ومدير أمن عام، بمعنى إنه في سياسة أمنية جديدة يفترض، يعني مش معقول محكومة بالصدفة، يعني هي صدفة ولا في نظرية أمنية جديدة بعد موجة الحراك، يعني ارتفاع السقوف قليلا، ولا هي هيك؟ هلا بنحكى، ورئيس الوزراء نفسه حكى عن خلل بالمنظومة الأمنية، بس إذا بتذكر أنه تم الحديث عن خلل كبير في المنظومة بعد أحداث الطرف الآخري، واستقال وزير الداخلية ومدير الأمن العام، يعني صار هزعة كبيرة. هلا ما في شيء حدث محدد مهم، يعني باستثناء قصة المخالفة الشهيرة وربما الحراك الآن، لا أنا ما بعتقد، يعني ما صارش في تعامل مع الحراك مثلا، صار مشكله كبيره، لا فيش خشونه الان، يعني ما في شيء، فبالتالي ما في حدث يبرر نقول انقلاب، يعني تغيير الطاقم ومجيء. انا بعتقد انه كل وحده لها علاقه بشيء خاص، يعني موضوع وزير الداخليه، لانه وزير الداخليه بده يروح او هو مستروح، بعرفش، في عده مقولات بهذا الموضوع. انا سالته شخصيا يوم الخميس، نعم، قال لي لم اطلب ان اغادر في التعديل، قدمت استقالتي أبان حادث السفارة وحديثا لم أطلب أن أغادر، لم منه إلي. هلا المواقع مبارح كانت تحكي مني إله، هلا الزلمة بروح، فبالتالي بحكي طلب أن يغادر، هذا بعض المواقع تقول لا. ذلك أنت أصدق، لأنه منه من غالب باشا الزعمي منه مباشرة، بس يعني أكان منه ولا من الرئيس بده يروح، فغير جاب وزير داخلية جديد ما لها علاقة بوجود سياسية أمنية جديدة، ولا الوزير الذي جاء يعني معروف أنه عنده رؤية مختلفة، يعني في أسباب معينة لمجيئه، ولا ليس واضحا حتى أنه هو ترك أو تم إحالته على التقاعد من منصب الأمين العام وأرسل إلى الهيئة المستقلة للانتخاب، ليش ما بعرف، والآن أخذ من الهيئة المستقلة للانتخاب وزيرا للداخلية، ليش كمان ما بعرف. وإذا بدك يعني حتى لو عرفت مش كثير قصة بتطلع، يعني بجوز تطلع يعني فيش قضية سياسية، فيش قصة ورا الموضوع. والله أنا شوف مرات إحنا بدناش نزعج الجمهور بتحليلات افتراضية، يعني بدك أحكي لكم قصة بتعرفوها، إنه الولد اللي راح الحلاق وحلق شعره وظلوا يسألوا ليش فلان حلق، واحد يقول مش عارف مريض، واحد يقول شعره طويل، واحد بالاخر وصفها الناس بيحكوا كثير ليش،
انا حلقت لاني شعري طويل حلقته بس. يعني مش بحاجه لتحليل تعرف يعني مرات ابسط تفسير هو التفسير هو التفسير الصحيح. لانه ما في بس يعني في يوم واحد وزير داخليه ومدير امن عام يعني نمرقها هيك ببساطه بنمرقها ببساطه لانه بعتقد وزير الداخليه له علاقه بالتعديل وبجوز بخيارات انه كان ابن الداخليه سمير بيضين امين عام ومحافظ سابق ورجل له خدمه فنيه طويله صحيح. بجوز كان هو بالمناسبه احد وزراء الداخليه القلائل اللي يعني سلام حماد قفطان المجالي وهي سمير بيضين اولاد الوزاره فممكن الرؤية انه واحد ممكن يكون موجود بهذا المكان ومناسب فيه. مدير الامن العام بعتقد سياق مختلف يعني احنا بنحكيش بالقصه العسكريه لكن من فتره بجوز حتى اللي حكاه الرئيس اليوم الخلل في المنظومه الامنيه له علاقه بالسطو صحيح كانوا يمسكوهم بسرعه وكان في شغل ايجابي من الامن العام تجاه القصه بس وجود الحدث نفسه اعطى انطباعات سلبيه فبجوز هاي القصه ما لها علاقه بالبعد السياسي الحراك موضوع سياسي يفترض تحاسب اي حكومه على الحراك سياسيا لكن لما برجع لك باول التعديل بجوز الحكومه كانت بحاجه له شفت هذا الممر اللي بمروه من طيارات بين المبنى للطيارة الأبوب بطلع منه الناس الحكومة كانت بحاجة لأنابيب لممرات تجسر العلاقة مع الناس أكثر في التعديل وهذا كان فرصة مهمة كانت للرئيس أنه يعني يجيب شخصيات تقدر تدخل على الجمهور تحكي مع الناس تحسن مزاجها أكثر لكن الأمن العام مش مسؤول عن الموضوع الحراك ولا عن سقوفه الأمن العام جهاز تنفيذي زي ما هو الدرك يعني بالموضوع لكن واضح كان انه مدير الامن العام يعني ما في يعني عليه ملاحظات وبالعاده رقم واحد بتحمل الوزر المسؤوليه طبعا. وهذا امر طبيعي يعني بالقصه وانت اذا حكيت انه فاضل باشا الحمود من زمان بنحكى عنه يعني انا على الاقل من 10 15 سنه هو كان قريب اصلا وكان جزء من الامن العام هو كان مدير بحث جنائي يعني ضابط او اللي هو يعني كان سابق ولا قريب معنا انا ما شعرت انه في عامل مفاجاه بجيته الجزء الجديد انه جابوا واحد من نفس الجهاز لان المدير السابق الفقيه كان بالجيش وجابوا فهذا الامر واظن هي ثاني واحد بعد مازن باشا القاضي بيجي من نفس الجهاز واظن انه عامل ايجابي جايته ايجابي يعني مش للسلط وحراك السلط لا لا لا, لا, لا ما شوف اليوم بدنا نوصل لمعادله مهمه بالاردن لما بتسال مين بمون على مين يعني انت لو جبت حكومه من كلها سلطيه ولا كلها كراكيه هذا لا يعني انك بتمون على الناس اليوم جزء كل واحد بمثل حالته السياسية بعد الفيسبوك كل حياة طائلة يعني قصدي انه مش واعد مش بالضرورة ارضي معناته الناس صحيح. بيقولوا بالعكس بجوز الناس ياخذوا موقف يعني بالاتجاه الاخر في بعض المسائل استاذ جميل في قراءات قد تغامر قليلا وتقول انه شكل التعديل اطار التعديل منع التعديل يوحي بانه يعني عمر الحكومة قصير كثير ناس بتقول لك مش مطول هل يعني هذا لصالح العملية السياسية هل ابقاء التعديل يعني هو كانه زي شيف الدافنشي بده تعب وحل عليه ولا كان بيطلع بالناطق الاعلامي وبقولنا هل هذا مؤشر على انه الحكومه عمرها قصير هذا سؤال في الحقيقه سالته انا اليوم او كان موضوع نقاش نعم دلاله التعديل من حيث طول عمر الحكومه طبعا كالعاده في ناس احدهم قال لا الحكومه دائما ما دام صار التعديل رغائبيه انا قلت له ليس بالضروره بقول ليس بالضروره استنتاجا مش لشكل التعديل لانه حدثت في السابق انه صارت عمليه تعديل ثم بعد فتره قصيره روحت الحكومه وحدود التعديل لم يكن مقصودا بها رساله لتقصر عمر الحكومه لأنه أصلاً التعديل لم يكن مقصوداً واسعاً. هلا في ناس بيقولوا لا ممكن إنه هو في مشروع تغيير ولكن مرض الرئيس في الواقع أجل التغيير. إنه بدهم مش يروحوا الحكومة يعني الرئيس لأنه مرض. يعني كل هاي الاعتبارات شوف بصراحة في إطار التخمينات. طبعاً هو تخمين وفي رأي بيقول لك إنه يعني العمر الدورة العادية ظل له شهرين ثلاثة وبالتالي. ممكن. صحيح ولكن بقراءة سياسية للمشهد العام أنا أعتقد إنه الأردن يقترب من مرحلة يحتاج فيها إلى حكومة مختلفة أستاذ سميح دلالات يعني شوف أنت تعتقد إنه يعني كان واضح إنه صعب تروح الحكومة بعد قصة الأسعار نعم
صحيح. اولا وطبيعي في معادله، جزء من معادلاتنا او الاعراف خلينا نسميه، انه الرضوخ للضغوط مش موجود، معناته ما بتروح حكومه، مع انه صارت في مرحله صعبه 89، لكن غير هيك صعب انك تقول الحكومه، وصعب ان تعاقب حكومه تبنت سياسات اقتصاديه هي تتبناها الدوله مش الرئيس لحاله. صحيح. معناه انه الرئيس ما كان لازم يروح، وحتى لما طرح الثقه وكانت المذكره تتبنى من كتله الاصلاح لاخوان المسلمين كانت مجريه، لما قالوا تبنوها اي واحد بفك الخط بقول لك لا يعطى هذا المجد للاخوان المسلمين، يقولوا للناس اسقطنا الحكومه. صحيح. فكانت القصه واضحه، الحكومه بدها تعدي، بدها تروح على الثقه وبدها تاخذ ثقه وتمشي، بجوز الرساله تكون ثقه على الحفه حتى شوي نوع من الاطمئنان او النواب، قصه ثانيه. الامر الاخر انه زي ما تفضل ابو الامير، موضوع في مرض الرئيس كمان نوع من الخلق الاردني ان لا، كمان في مرحله انه في مريض انه يكون في ترويحه في حاله مرض، يعني المصريين كان رئيس وزراء المصري قاعد اشهر بالمانيا يتعالج ورجع رئيس وزراء وما زال، فاخلاقيا يعني مش هذا الخلق الاردني بالتعامل. لكن اللي بصير في وجهه نظر تقول زي ما حكى انه في بعد انتهاء الدوره العاديه في حكومه جديده، هيك بقول، بقولوا انه الرئيس بعد ذلك ربما يقدم اعتذار بعد انه بتلقى العلاج، انه ما عاد عندي قدره صحيه او يعني منشغل بشخصه بالعنايه بذاته الى اخره، خلص شكرا ما قصرته، ولا تكون الخروج لا لسبب ضغط ولا لسبب نيابي، بيكون سبب انساني وهذا امر طبيعي. وفي المدرسه اللي تؤمن انه جلاله الملك يريد حكومه 4 سنوات 4 ب4، فهاي قصة المدرسة، لكن هذا مش قدر 4 ب4، لأنه كمان ممكن حكومة توصل لمرحلة تصير عبء على الدولة، تصير المزاج الشعبي. اليوم البحث أنا بقول لك إنه القرارات، ثقة النواب، التعديل لم تحسن المزاج الشعبي الأردني. المزاج الشعبي ما زال كما هو. إذا ظلت الأمور بهاي القضية، وبعتقد أن صانع القرار بالأردن ذكي ومبادر جدا، ممكن بالآخر يكون إنه تحسين المزاج يستدعي، لكن مش تحت الضغط انه ولا تحت شيء انساني. فالرايين شو متى بتبين معنا؟ بعد 1/5 11 و12 اربع شهور ل 2/5 بكون بعدين يجي رمضان، اذا في دوره استثنائيه ورحنا والاخره ممكن معناته الحكومه مستمره. اذا بعد الدوره العاديه وبعد رمضان كان الحكومه غادرت، هذا المعيار، وزي ما قلت لك هذه القصه هي تقديرها بس بيكون عند صاحب القرار. انت لا ترى انه هذا التعديل ممكن يجلب يعني راحه واسترخاء للناس؟ شوف، لا، لانه التعديل لم يكن، ما قلت زي ما حكيت لك، ما كان الغايه انه المزاج الشعبي وهذا كيف ممكن نحسن مزاج الناس، من هم الاشخاص اللي ممكن يفتحوا قنوات اكثر مع الناس، طبعا مش مع كل واحد بس يعني بالمجمل الناس يشعروا بالارتياح اكثر، تقرب منهم، واحد نائب رئيس يجي يحمل حاله ويروح على اربد ويقعد مع هالاربد ويروح يعمل لقاء، حتى لو الرئيس ما بده او بده يضل عامل حاجز ويروح يحكي مع الناس، يا عم احنا رفعنا الاسعار لهذا السبب وعندنا مشكله وعندنا كذا. التعديل لم يقدم للحكومه الخدمه السياسيه، وما قدم لها الشخصيات اللي ممكن انها تكون جريئه بالجلوس مع الاردنيين. اليوم وانا اسف على التعب، مش هذا التشخيص، الناس لحالها، حتى ما بحكي عن اللي بيطلعوا بالشارع، الناس العاديين عندهم شعور انه في شيء، يعني انه القرارات قاسيه علينا وانها حتى عملت علينا بدون بنج، يعني مرات الدكتور اذا جرح بخدمك للتوفي، ايوه، بس اذا بدون بنج اصعب. وفي الاخطر بالموضوع، وهذا بجوز انا كتبته الاسبوع الماضي، انه يا عمي هذه القرارات الصعبه جايه على الطبقه المتوسطه اللي هم عصب الدوله، الناس العاديين جايه عليهم، لان هذول اللي بيرتفع عليه الخبز، بيرتفع عليه الفلافل، بيرتفع عليه كل شيء ارتفع عليه، فبدك حدا من الحكومه انه يروح ويقعد ويتحمل الناس، راح يسمع كلام قاسي ويسمع كلام، وجوز واحد يقوم ويسب واحد يقوم يعمل، لكن بالاخر يقول وجهه النظر، صدره واسع بيقدر، لكن بيقدروا الناس على الاقل اذا قاعدين 1000 جوز ممكن يقنع منهم 200 واحد، بس بكون كسب، اخذنا خطوه. الحكومه لو ذهبت بالتعديل الى هذه البنيه السياسيه، بعتقد انه كان ممكن عمرها يطول اكثر، وكان ممكن تاخذ لها 2-3 شهور وهي يعني ترمي حالها بين الناس، وبدها تستري وقت بالاخر بشكل ايجابي، نوع من عافيتها بشكل صحيح. ابو امير، بتعتقد انه اخي جميل انه في علياءيه في الخطاب الرسمي ولا غباء سياسي يخفى او يجمل بالعليائيه؟ ما هي نمطين، يا انا مستعلي على الناس ومش تعالي عنهم. تعالي
ولا في غباء سياسي وبالتالي في مصدر آخر بدبر الناس وبحكي معهم؟ لا شوف، أنا بعتقد لا هذا ولا ذاك. يعني الرئيس هو، أنا ما يعني بعرفه من زمان، مش شخصية متعالية ولكنه مش شخصية شعبية يعني أيضا. هذا وربما يفتقر لبعض الصفات اللي مثلا كانت عند عبد الله نصور، اللي كان قادر أنه يقعد ساعات يناول، يستوعب أولا، يسمع حكي كثير ويلف لك على طريق دائري ويجيك من وراء وبالأخير يمسكك. يعني أهو بروح من الدوار الرابع على جبل الحسين عن طريق ثغرة عصفور. عن طريق ثغرة عصفور. هذا الرئيس مباشرة يعني في الواجهة، وهو نظيف وصادق، ويعني على المستوى الشخصي ما عليه غبار. وايضا مش هو اللي صنع الحاله الاقتصاديه الراهنه، هو جاء لها. ولكن في امرين، في البعد السياسي الشعبي في تعامل الحكومه مع الناس، هذا مفقود الى درجه معينه، وبكفيش انك تقتنع انك انت عم تقول الحقيقه للناس يعني. هو والبعد الاخر هو الرؤيه الاقتصاديه البديله والمطلوبة والتي ليست موجودة بال، يعني عدم وجود بديل موضوعي للناس بخلينا نبتعد عنهم. لا لا، ما بقول انه بوجود، هو انت بالاخير يعني بتكيش الطعم الناس فزدق فاضي زي ما بقولوا، او بدك اشياء يمكن ان تكون في الها شعبية معينة، وهذا مش لاسباب الشعبوية والتضحية، يعني ترفع المديونية وتزيد العجز والسلوك اللا مسؤول. وأنا بجوز خلال شهرين هذول كتبت كثيرا أنه يعني بس في عدال أبو الأمير. يعني أنا شفت رد الرئيس بعد الثقة كان يعني عليائي كثير، مش هيك يعني؟ يعني النواب شحدوك ميت وجههم يعني. روح خلينا أسميه مش تعالي، ولكن قلة انتباه للرسالة الإعلامية اللي بدك تطلعها للنواب وللناس. يعني بعد الثقة كان يجب أن يتحدث بكثير من التواضع وكثير من الامتنان للنواب، والكثير من التنازل أمام معاناة الشارع والنواب اللي بيمثلوها، ويقدم الاستعداد. كان لازم نقول هيك، شكرا كثير على الثقه اللي اعطونا مقدره، وانا من اجل ذلك ومن اجل الشعب ومن اجلكم جاهز للجلوس، وان نبحث كل ملاحظاتكم وقضايا المعاناه ومراجعه كل السياسات اللي قمنا فيها من اجل ان نصل الى شيء مناسب لشعبنا. هو فعل العكس، صار يعني تقريبا بده يخبط على الطاوله ويقول لا تراجع لا استسلام يعني لا استسلام. فالرسالة لم تكن صحيحة تماما، وهي أحد مشاكل الحكومة والرئيس. يعني خلينا نحكي بصراحة أبو عاصم، هل العقل الدولي ينظر إلينا كمواطنين ولا كعوام ولا رعايا؟ لا، الدولة بتنظر مواطنين وتحترمهم، والدليل لما بتشوف القضايا، لما شفنا حادث السفارة، لما كان الإرباك في الأداء الحكومي، لما جلالة الملك رجع من السفر كان من السفر على طول يعزي وحكى كلام، أعاد المزاج الأردني، اعتدل وكان موقف وطني. بمعنى لما قصة الجت والآخري، الدولة تحترم، الدولة تحترم الأردنيين. الإشكالية وين بتكون؟ في المسؤول التنفيذي. إنه أنت فرق لما تكون عالم في مختبر بتركب، فرق بين تكون أستاذ بصف. أستاذ بصف بده راعي، هذا ولد فقير، هذا غني، هذا بفهم، هذا ذكي، هذا معدله 70-40. السياسي بتعامل مع ناس إلهم مزاج، إلهم وجهة نظر. أما تفترض أنك بحكي اللي بحكيه بالغرفة وبدير ظهري وبروح، وعلى الناس أن تقبل وأن تقتنع، هذا مش نظرية. بالأزمات دائما بصير في حكي، بالأزمات يعني بده يكون الدولة والحكومات إنه شو بدنا نقول للناس. أولاً شو اللي بيفكروا فيه الناس؟ شو المآخذ اللي عند الناس؟ شو اللي بدنا نحكيه؟ يعني ليس مهم أن تقول أنت شو اللي عندك، بدك ترد أو تناقش اللي عند الناس من قناعات.
وهذا الأمر المهم. إذا أنا بدي أقول اللي عندي وأروح على التلفزيون وأمشي، الناس بالمناسبة بطلت تسمع حدا، بتدير ظهرها هي بتروح. وهي بدليل أنا مرات فرق بين ما بحكي على الرئيس، لأنه الحكومة فريق، يفترض بأزمة من موضوع اقتصادي الناس بتقعد بتقول يا عمي واحنا وين رايحين؟ هالأردنيين شو بفكروا؟ خلينا نحكي الرد على التساؤل الثاني، تغذيه وتغذيه راجع، نحكي معهم بالموضوع. انا مثلا بدي اخذ لك مثال بسيط، يعني دوله الرئيس لما كان يطلع يقول البلابيف، وهو يعتقد جزء بثقافته هو يعني الشخصيه انه البلابيف اكل شعبيه بالاردن، هي مش اكل شعبيه. لو لا لا انا بعطيك مثال بسيط، بعلم احنا كلنا اردنيين وعارفين القصه، احنا بدنا دجاجه الجمعه، الاردنيين دجاجه الجمعه اللي شوربه العدس جدره البرغل، بس لما بيحكي بكون هو يعني انا ما بلومه، كل واحد عنده تركيب وطريقه حياه، بس لما بتحكي هاي البلابيف زمان كانت معلبات وشي بالجيش ياكلوها شيء عمال، بس بيوت الاردنيين ما بيسووا بلابيف. شفت كيف؟ فالدليل انه انت عندك فريق مش اكل شعبيه. لا لا ادخلت ترى للعمال الوافده مش اكل شعبيه اردنيه، واحنا كنا العزبيه، احنا ما نسولف عن احنا عارفين كلنا. انا ليش بقول لك مره ثانيه، مطلوب جنب الرئيس واحد سياسي محنك قوي بعرف، لانه الاقتصاد السياسه الاقتصاديه مبينه، واحنا رايحين على كل السياسات من 20 سنه نفس السياسات. يعني لما بيجي الدكتور جعفر حسان ولا جمال السرايري مش راح يجيبوا سياسه جديده، اللي كان بحاجه له الرئيس شخصيه سياسيه وازنه، لما بيطلعوا الاردنيين على اسمها على الاقل جزء منهم بيشعر بالهاي بالارتياح، بيقدر يقدم راي سياسي. الحكومه انا اقول لك انت سكرت قلمك خلصنا، الحكومه بحاجه الى حقنه، الى جرعه مسيسه كبيره جدا، عندها نقطه ضعف في هذا الموضوع. صحيح. وبنحكي من الغيره لانه طول المناسبه حكومه الاردن هاي مش رئيس حكومه، رئيسها الدكتور هاي المنقري ولا عمر كلاب ولا سمي، بمعنى انه اذا نجحت النجاح للبلد. صحيح. ونتمنى دائما النجاح، واحنا بنناقش بس الجرعه السياسيه مش مناكفه، الجرعه المسيسه الناس مش انا اقول لك سطرين بعد اذنك ابو الامير عشان يخلص ابو الامير. اذا ليش الناس بيحكوا عن وصفي وعن هزاع وهذا وصفي؟ شو كان يعني؟ وكان يعني مخترع، بس زلمه بتلقائي بيعرف الناس كيف بتفكر، بيعرف الناس كيف بتحكي، بيعرف شو هموم الناس، وعفوي وشعبي ولا يعني اجوا بفترات. نعم. صعبه وصفي، هزيمه 67 ووضع اقتصادي صعب والى اخره. فخلينا بس اقول لك انه كان الجرعه السياسيه بالحكومه هي التي بحاجه لها، بحاجه لها. هذا الامير متفق. نعم. معها بدقيقه، نحتاج الى جرعه. نعم. سياسيه اكثر في الحكومه، والرئيس في الواقع مهتم بالجانب الفني فقط او التكنوقراط، مع انه مش كثير احيانا بالضبط بيجي وزير فعلا هو تكنوقراط متصل بالموضوع، وضربنا امثله على ذلك. ولكن اضافه الى ذلك اخوي ابو عاصم، نحتاج الى سياسه اقتصاديه مختلفه. صحيح صحيح، لا مزبوط معك. السياسه ماليه جبائيه فقط، انت بدك تحل مشكلتك عجز بالموازنه، بدي 500 مليون بدي ادبرهم، شو كيف بدي ادبرهم؟ برفع الاسعار. السياسة الاقتصادية بس اللي اجوا جداد ما عندهم شيء مختلف، راح يكملوا بالمسار. نعم نعم، هاي المشكلة. هاي مشكلة التعديل الرئيسية، بينما من الممكن ويجب المضي في سياسة لها طابع تنموي. في الولايات المتحدة في أزمة 2008 أنفقت مليارات الدولارات الجديدة لإنعاش الاقتصاد. أنا شو بعمل؟ أنا بس بأخذ فلوس من الناس. من الناس المفروض العكس. وإحنا وأنا كتبت يعني. نعم. مرتين ثلاثة إنه يا عمي في ثروة بالبلد، إحنا في عنا بالبنوك حوالي 40 مليار الودائع. في مال يجب أن تنفقه بالطريقة الصحيحة على التنمية، على المشاريع. نعم. إلى آخره، من أجل نهوض اقتصادي. هذا بتجيب مردود للدولة. بعدين هذا لم تفعله الحكومة، وأنا إن شاء الله تفعله. إن شاء الله تفعله، ولكن ملاكن مش متفائل واضح من حقك أبو الأمير. يعني لم يبقى لي إلا أن أشكر سعادة النائب السابق الأستاذ جميل النمري ومعالي الأستاذ شكرا سميح المعايطة، اللي يعني اليوم أنا بقول أبو عاصم أثرانا كثيرا يعني، وهو والأستاذ جميل في قراءة يعني التعديل حتى بهذا الرقي السياسي. ولكن ما زلت أعتقد أننا لم نصل بعد إلى محاولة احترام عقل الأردنيين في تبرير الإجراءات الرسمية لهم. هذا من حقنا، نتمنى أن نستضيف في مرة قادمة وزير الإعلام علّه يقول لنا ما الذي يجري إن كان يعلم. ألقاكم على خير. حلو إن كان يعلم.